فكرة حلف الناتو الشرق الأوسط تاريخياً ما هي الأهداف ومن وراء هذه الفكرة؟ يعني كان في هناك عدة يعني مشاريع لتحالفات سابقة، منها حلف بغداد في الخمسينات. يعني كانت إدارة الرئيس آيزنهاور في ذاك الوقت تحاول أنها تمنع تغلغل الاتحاد السوفيتي من الدخول في الشرق الأوسط، ومنع انتشار ما يسمى بالشيوعية، أو على الأقل يعني أختها الصغيرة الاشتراكية، خاصة بحكم أن الاشتراكية كان لها يعني منظرين مثل عبد الناصر في مصر وغيرها. فكان الهدف من تحالف بغداد، يعني كان يضم دول مثل تركيا والعراق وإيران وعهد الشاه، وكذلك في كذلك أيضا باكستان، كل هذه الدول كانت في ضمن هذا التحالف حتى تمنع وجود الاتحاد السوفيتي من التغلغل في الشرق الأوسط. لكن فشل هذا التحالف. ليش؟ لأن أصلا الجماهير العربية في ذاك الوقت ما كانت أصلا مدركة للخطر الاتحاد السوفيتي والخطر الشيوعية، وكانت للأسف يعني تسمع لمن كان ينادي بالاشتراكية سواء كان في مصر أو سوريا أو غيرها. وهذا أدى طبعا إلى ثورة عبد الكريم قاسم على حكم الملك فيصل الثاني رحمة الله عليه، وحدث ما حدث من انهيار حلف بغداد. وبعدها أي تحالف كان تحاول سواء كانت الإدارة الأمريكية أو غيرها إقامته في المنطقة كان يفشل. التحالف الوحيد فعلا اللي استطاع أنه ينجح كان تحالف دول الخليج العربي وقوات درع الخليج أو درع الجزيرة. هذا التحالف العربي الوحيد اللي فعلا نجح، غيره ما نجح.